بركاته. اهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وصحيحتكم خصكم الله كي دخلت. فرحه فرحتين. المهم انا نقول لكم الفرحه الاولى ونقول لكم الفرحه الثانيه. بزاف د الناس كانوا كيسولوني زهره واش جاتك الزروره ديال حكيمه، واخيرا البنات جاتني واحد الورقه. اختكم مشيت نجري للبوسطه كيف ما شفتوا البنات، كنت خارجه مشيت للبوسطه. صراحه فرحت بزاف بواحد المهم بواحد الزروره اللي كنت كنتسناها من شحال هذه، لانها كانت عكلات ليا. والحمد لله البنات واخيرا جاتني. وغنقول لكم البنات نوع الزروره اللي كاين بزاف البنات اللي كيسولوني. المهم البنات اللي كيسولوني واش وصلتك الزروره واش شديتي الزروره، حكيمه باقا ما كملتش 6 شهور واخيرا شديتها قبل ما تكمل 6 شهور. الحمد لله البنات صراحه فرحت بها بزاف، ما لحقت ليها مقصه خليتها هكاك تما كاين. المهم مني عرفتها جات ودازت الكونت ديالي فرحت بها بزاف الصراحه. والله الا فرحت بها صافي. البنات صافي من عرف دابا خلاها راجلي كيقول لي دابا تهنيتي دابا واش باقا مع الصباح، كنقول لي والله شاد فيا مزيان. المهم الغزالات قبل بغيت نشارك معكم الفرحه الثانيه وهي هاد الباكو البنات. صح وصلتني واحد الحاجه غنحلها معكم. الله توصل واحد الباكو البنات جيت لقيته صراحه هو فرحت به بزاف بزاف، حيت عارفه اشنو كاين فيه. غنحلو معكم الغزالات ونوريكم اشنو فيه، شي حاجه غزاله غزاله غزاله. ها انتم معايا اول حاجه الغزالات كيف ما كتشوفوا هنايا. برافو. كيف ما كتشوفوا البنات غنحل معكم، وصلتني واحد العبايه واحد من عند واحد الاخت البنات اللي صراحه واحد طنجاويه. راكم عارفين الطنجاويات صراحه واحد الاخت اللي غزاله البنات، داخله معها الجروب اللي بغات شي حاجه ديال الحوايج اللي بغيتوا البنات. بيجامات بغيتو، بينوارات بغيتو، البنات قفاطن بغيتو، اللي بغيتوها اللي حليتو عليها فمكم كاينه عندها. انا داخله معها الجروب البنات لانني ديما غنبقى ناخذ من عندها لان عندها شي حاجه غزاله البنات صراحه. اللينك ديال الجروب البنات غنخلي لكم هنايا، دخلوا معايا الجروب البنات غتلقاو حتى الاخت وعندها اثمنه زوينه ورا بوستيكم اللي دخلات من طرف ديالي. دخلوا معنا الجروب اي جديد اللي تحطوا لينا البنات ونستقد نتوانسوا مع بعضياتنا. عندها داك الشيء غزال غزال واثمنه غزال، واللي بغات شي حاجه من هذا الشيء تدخل عندها، تدخل الجروب وتدخل عندها البنات، لانها الصراحه عندها داك الشيء غزال غزال. لكم البنات عندها داك الشيء غزال غزال. وهنا كيف ما كتشوفوا واحد العبايه وغنلبسها معكم وغنلبسها معكم البنات، وشوفوا كيفاش غتجيني. ها انتم البنات عزلت هادي انايا لان عجبتني شي حاجه، شي حاجه كيف نقولوا حنايا الفخامه، لالا الفخامه بحق هذه المناسبه البنات، شي مناسبه اللي بغيتي لالا كنتي مهوده المغرب علاش لا، شي حاجه غزال. انا خديت هنايا ال لان فورمتي انا البنات ال كيف ما كتشوفوا واعره واعره واعره. المهم انا غنلبسها وغنقيسها معاكم كيف ما كتشوفوا البنات. شوفوا شوفوا يا البنات شوفوا كيف قلت لكم الفخامه، هذاك الشيء هذاك الشيء خلاوه تربوشيك تربوشيك. واعر 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 داك الشيء واعر البنات. غنقيسها لكم وتشوفوا كيف جاتني بالشال ديالها البنات كيف ما كتشوفوا بالشال ديالها. هانتوما بغيتو كاينين عرفتو كاينين واعرين كاينين على واحد وحدين اخرين اللي عجبتني حتى هي مكتوبه فيها شانيل، يعني شي حاجه واعره شي حاجه واعره عندها الصراحه. وعندها البنات حتى السريويل ديالها كيف ما كتشوف حتى هو فيه هاد الطريزه هادي. المهم غنلبسها وتشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه وبالصاك ديالها البنات. هانتوما الصاك ديالها شي حاجه الصراحه كتجيب لكم شي حاجه فخامه فخامه يا البنات. وحاجه اخرى البنات لي توتي اش نقول لكم، عندها لي توتي واعرين واعرين، وحده تنسيك في الاخرى وحده تنسيك في الاخرى البنات. انا عزلت هذه شكرا ليك. عرفتوا البنات فاش كت المهم نتوما كتدخلوا عندها كتحط تصاور كتعزلي هذيك الحاجه اللي باغا الكوم كتحطي ليها في الكوموند كتجيبو لك وك
دوزو لك. والبنات الارسال ديالي يعني تقول لك هانتي راه غنصيفط لك غطي وسطك راه يوصلك، هادي في عندي بنت معقوله. والبنات اللي ما كيعرفوش كيقولي زهره حنا ما عارفينش كيفاش نديرو ندوزو ليها الفلوس، البنات حداك طباكينو حداك البوسطه واخا ما يكونش عندك كونط في البنك، انتيا كيفاش كنشرح لكم البنات كيفاش كنديرو. كتمشي للبوسطه كتمشي عندهم كتقولي فوليو فاري هنا ديكاريكا، كترسل لك السيده البوست باي ديالها والسميه ديالها والكنيه ديالها وكدوزي ليها هنا ديكاريكا يا في طباكين يا في بوسطه صافي، وكتصيفط لك كترسلي ليها العنوان ديالك احسن من البليطه ديال الضو، صيفطوا ليا من البليطه هادشي اللي كنطلبتي انايا في الريحه من البليطه ديال الضو، وكتوصلك حتى للدار يجي الكورييري كيصوني عليك، خاصه الا كانت السميه مكتوبه احسن تكتبوها في الباب يصوني عليك وكتهودي تاخدي الكارطونه ديالك. هادشي اللي كاين يعني واخا ما يكونش عندك كونط في البنك. بزاف البنات اللي غلطات وكيف ما كتشوفوا البنات اللي توت هادو واعين واعين هاد عندي هي ساسيه البنات شي حاجه واعرة 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 البنات عرفتو توب غزال توب غزال الصراحة. هانتوما البنات غنقيسها حتى هي بالقب ديالها وبالسروال ديالها، هانتوما البنات غنقيسها أو شوفو كيفاش جاوني البنات وهانتوما معايا. أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات على سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة. أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات على سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة. كيف ما كتشوفوا الغزالات هنا راه هضره مع ايوب، عجبته بزاف صراحه عجبته صراحه اللي بغات الاناقه والفخامه البنات دخل عندها راه حاجه تنسيك باخرى المهم البنات دخلوا. بالنسبه للاخوات اللي من اي كبير لكم من جميع الدول مرحبا بكم، راه تصيفط لكم الاخت حتى لعندكم عند حويجات زوينين وشي حاجه صراحه طوب طوب طوب. غنخلي لكم البنات اللينك دخلوا ديريك غير تضغطوا على اللينك غيدخلكم للواتساب. هادشي اللي كاين الغزاله ديالتي هادي عجبتني صراحه شي حاجه زوينه ونخليكم مع الفيديو. فاطمة سطمي يلي داويتي جسمي، عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوف يا الباهية قدامي ورقي ببصر وعامي والحسود فبلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة. أرحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك الطلسق فيديو. صراحه عجبتني هاد لي توت عجبتني صراحه غزاله التوب ديالها فن ورطب شي حاجه صراحه طوب 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 اللي بغاتها. كيف قلت لكم دخلوا الواتساب او الرقم نخلي لكم هنايا، مرحبا بكم في الواتساب البنات. نشوفوا الجديد فيما اي جديد كتحطوا لنا. قلت لكم الاناقه وشي حاجه شيك يعني الاناقه والفخامه عندها صراحه عجبتني صراحة. انا عندي جروبات بزاف ديال البنات ولكن هذا الجروب البنات خاصكم ضروري تدخلوا ليه. البنات راه كتدوز جميع المدن يعني جميع الاخوات غير هجموا في الجروب هجموا عليها
لان عندي الصراحه سلعه غزاله وكتساهل ايوب عجبات العبايه شافك قال لي واو 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 شي حاجه واعره. المهم البنات نكمل معكم الفيديو. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الزروره هي هنا البنات كاينين الزروره ديال الكموني وكاينه الزروره البنات بحقها حيت عندنا حنايا هنايا كتخدمي فلاحه يعني كتخدمي في المجازات اللي كتخدم في المجازات خاصه السابع تكون حامله السابع تكون توقف من الخدمه يعني ما تبقاش تمشي للخدمه كتشدي المهم صافي وكتدفعي الماترنيتا تقريبا البنات كتجيك المهم كاينه الزروره ديال ميلا ساي ايفنتي ادوايرو وشي حاجه وكاينه اللي كيدفعوا على حساب الخدمه كتكون ضروري خاصك ملي تكوني حامله تخدمي في الشهور الاولين كتدفعي الزروره البنات كتجيك تبارك الله تقريبا 4 مليون وشي حاجه. هادشي اللي كاينه الغزالات. المهم صراحه بعدا هنا في طاليا راهم كيعاونوا وخاصه البنات بالنسبه للزروره ديال الكموني هنا عندنا ضروري الورق ديال ديما بلايص اخرين كاينين اخوات دفعيها ونتي وزهرك كاينين اخوات ما عندهمش ورق ديما ودفعوها وشدوا الزروره ديال الكموني. هادشي اللي كاين الغزاله ديالي ونخليكم مع الفيديو. وهنا البنات بغيت نشارك معاكم هنا تقولوا لي زهره هنا راه كنسمن البنات سمنت الطرح الاول وعاد غندوز ان شاء الله نسمن طرح ثاني. هنا البنات راه درت مسمنه يا مسمنه البنات اللي غيسولوني بالنسبه انا لا بغيتو المسمنه البنات اللي ما كيجيهمش نهائيا المسمن فخفخ وما كيجيهم زوين ولا بغيتي ديري بالزربه يعني ما بغيتيش تبقاي تسناي حتى ترخف لك العجينه. غنشارك معكم البنات الدقيق اشنو كندير فيه. هنا كيف ما كتشوفوا البنات حاولوا ديروا تقريبا واحد ملعقه صغيره ديال خميره الحلوه وشويه الملح درت فيه البنات ودرت فيه شويه سكر سنيده وضروري البنات ديروا فيه الخميره كيتحل لكم المسمن ما كيجيكمش مدقس. هذه الا كنتو مزروبين البنات وباغين يعني جاكم الضياف على غفله وبغيتو تزربوا ما بغيتوش تعطلوا حاولوا ديروا البنات فيه شويه خميره الحلوه وكيبقى المسمن زوين البنات وكي حتى لصبح كيبقى فتي وزوين البنات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا يا زهره لا شاد المسمن كامل عاد كنبيع المسمن البنات في هاد البلاصه اللي انا فيها عاد كنبيع المسمن لا الغزالات غير كنضحك معاكم غير هاد المسمن هاد البلاصه اللي حنا فيها كيعودوا البنات بحكا كيجيو كيخدموا الليمون وكاينين صحاب راجلي وقلت ندير لهم واحد جوج طراح لانهم تبارك الله شي 10 صحابو قلت غندوز ندير لهم كل واحد طرح بوحدو. وهنا كيف ما كتشوفوا المهم غنشارك معكم كيفاش قاديت المسمن ودرت كل مسمن تبارك الله وجا على مزوينات والبنات وكنكثر فيه السميده كندير فيه السميده ديال المغرب البنات كيجي المسمن الصراحه محلول وكيجي زوين زوين. المهم غنكمل معكم وتشوفوا المسمن كيف جا وقاديت جوج طبيسلات على حقهم وطريقهم البنات وصيفتهم صراحه مره مره بحق المهم راكم عارفين خاصه ملي كيكونوا الرجاله ما كاينش حداهم عيالاتهم مازال اللي بمرتو راه كطيب لي المسمن طيب لي الشيوات ولكن هاد البلاصه اللي انا فيها كاينين البنات بزاف اللي ما مساكن عيالاتهم بعاد منهم في المغرب. هادشي اللي كاين لوزيلا تشوفوا المسمن كيفاش كيجي انتما طيبتو غير في المقله ما درتش البنات هذيك ديال الضو لان البنات درت مسمنات كبار راه هنا راه كل مسمنه يا مسمنه درتهم كبار حيت عندي المقله كبيره. ها انتم البنات كيفاش جا المسمن بلاتي نوريكم على لا انتم تقولوا ما حيت قاش ولا شي حاجه انتم البنات شو تبارك الله ومحلول جا وبالسميده هاد الطريقه البنات كيف قلت لكم الخميره كيجي صراحه غزال. صافي هنا دست كنديروا في الطبيسلات كيف ما كتشوفوا وهنا الغزالات غنحبس معاكم الفيديو وما تنساوش هاد الفيديو توصلوا ليا البنات عدد كبير من اللايكات الله يخليكم وشكرا لكم بزاف بزاف اللي خديتكم عليا والله يفرحكم كيف ما كتفرحوني الله يكبر بيكم يا ربي كيف ما كتكبروا بيا اللي خديتكم. وهنا نقول لكم قبله لكم اخواتي وتهلاو فريوسكم.